مساء الخير. مثل العادة وكل يوم بهالوقت منطلع عليكم ببرنامج Property Yours لنعرض كافة أنواع العقارات من شقق سكنية، مكاتب وفلل لكل أشخاص يرغبوا بالتملك بلبنان. ما قلن إلا يتابعونا، خليكن معنا. ندور فيليج، مشروع سكني جديد بمنطقة وادي شحرور قضاء بعبدة. هالمشروع بيرتفع 300 متر عن سطح البحر ومؤلف من 6 بنايات سكنية وبناية خدمات. منطقة نظيفة، خضراء ورايقة. مساحات الشقق بندور فيليج بتتراوح من 175 لل 280 متر مربع. شوفاج، مطبخ، بلاط سيراميك بالأرض، وكل الشقق إلن منظر يا على البحر أو على الجبل. مثل ما ذكرنا، ندور فيليج مؤلف من 6 بنايات سكنية وبناية خدمات تتضمن إندور سويمينج بول وجيم. مشروع بيتضمن محلات تجارية بالإضافة لسوبر ماركت، مجهز بثلاثة جنريترز، سيكوريتي 24/24. كل شقة تابع لها 1 باركينج، ويلي بحاجة لباركينج زيادة موجود 90 باركينج تقريباً إضافة. ندور فيليج بوادي شحرور مشروع جاهز للتسليم، والأسعار بتبتدي من 1100 دولار بالمتر. إذا عم تفتشوا على شقة بسعر مغري، ندور فيليج عم يعرض سعر المتر ابتداء من 900 دولار بدل ال 1100، وهيدا العرض لمدة محدودة لآخر سنة 2014. نحن بالمتن وعلى ارتفاع 1100 متر عن سطح البحر، وتحديداً بمنطقة دهور صليمة، لنتعرف على مشروع فيلا سكني للبيع تحت اسم تلة الصنوبر. مشروع تلة الصنوبر مؤلف من 17 فيلا. فيلال دوبلكس بمساحة 235 متر مربع، وتريبلكس بمساحة 320 متر مربع. كل فيلا بمشروع تلة الصنوبر ملبسة صخر، بتتميز ببلاتر خام بالأرض، ديكور جافسين بالسقف للإندايركت لايتينج، وإمدادات للهيتينج والإير كونديشن يونيتس، بالإضافة لبرايفت جاردن لكل فيلا بمساحة 200 متر مربع تقريبا. بالمتن وبمنطقة دهور سليمة، تلة الصنوبر مشروع فيلال أندر كونستراكشن بيتسلم بخلال سنة 2016. فيلال بمساحة 235 متر مربع دوبلكس ب 300 ألف دولار، وفيلال بمساحة 320 متر مربع تريبلكس ب 450 ألف دولار. مثل ما عودناكم ببرنامج Property Yours، عنا شقة جديدة وشقة مستعملة. اليوم حنعرفكم على شقة مستعملة ببناية عمرها 20 سنة تقريباً بمنطقة الربوة، إنما هالشقة رينوفيتد حديثاً من جوا، فولي ديكوريتد ومعروضة للبيع مع فرشة. شقة الربوة من جوا مساحتها 170 متر مربع، مؤلفة من 3 غرف نوم، واحدة منهم ماستر، مطبخ، تواليت للضيوف، وثلاثة ريسبشن ارياز مفتوحين على بلكون مسكر كيرتن جلاس. من جوا مجهزة ببلاط سيراميك جديد لكل الأرض، سبليت اي سي يونتس بالصالونات وغرف النوم، شفاج على المازوت، شميني على الغاز، والأدد فاليو تبعها إنه إلا فيو صوب الجبل ما بيتسكر عليه. كل الخشب من قشرة السنديان الفانجيل لون الغامق، فرش السالون من الجلد وتشستر فيلد ديزاين،
بلاط سيراميك كتير مميز على الحيطان، وديكور جيبسون بورد بكل الصالونات وكل غرف النوم. مطبخ الشقة كتير مرتب، كاونتر توب جرانيت وفولي اكويبت. الشقة اللي شفناها بالربوي جاهزة للسكن، ما بدكم غير انه تجيبوا اغراضكم الشخصية وتنقلوا عليها. فولي رينوفيتد، فولي ديكوريتد وفولي اكويبت. الا منظر صوب الجبل ما بيتسكر عليه، 170 متر مربع بالربوي على ثالث طابق، شقة معروضة للبيع مع فرشة ب 340 ألف دولار. شقة مفروشة وجاهزة للسكن بمنطقة ساحل علما كسروان. هالشقة مساحتها 275 متر مربع على أول طابق من هالبناية اللي عمرها سنتين، مع تراس على شكل L طويل ومساحته 200 متر مربع، وصل له مي وكهرباء. شقة من جوا فولي ديكوريتد وعم تنباع مع فرشة، بلاط رخام بالأرض، ديكور جافسين بكل الشقة، سبليت اي سي يونتس، شوفاج على الميزوت، صالون فرش جلد تلياني تشسترفيلد ديزاين، خشب سنديان، المطبخ فولي اكويبت والكاونتر توب ريزين، غرف النوم كلهم مجهزين بجفصين، باركي بالارض وخزانات خشب بالحيط، ستورات البيت على الكهرباء والاناره كلها LED، واللي بيميز الشقه تابلويات موزايك ثابته على الحيطان. الشقة اللي شفناها بساحل علما بتتميز بموقعها وبسعرها، بعيدة دقيقة عن الاوتوستراد العام، بنفس الوقت منطقة رايقة وما فيها ازعاج. بوجهها دغري جنينة عامة ما بيتعمر فيها وبتطل صوب البحر. تابع لهالشقة اثنين باركينج اندر جراوند والبناية لها جنريتر 24/7. 275 متر مربع بساحل علما مع تراس 200 متر مربع، شقة من جوا فولي اكويبت وفولي ديكوريتد، ثلاثة غرف نوم وحدة منهم ماستر، للبيع ب 690 ألف دولار مع فرشة. كتار منكن عم ينبشوا على بيت دوبلكس فخم بمنطقة مرتبة. اليوم جينا على عوكر لنعرفكن على دوبلكس للبيع ببناية جديدة على شكل فيلا. هالدوبلكس مساحته 560 متر مربع وتابع له 90 متر مربع تراس بيطل على فيو ما بيتسكر عليه. دوبلكس موقعه على آخر طابق من هالبناية، جديد وجاهز للتسليم. بلاط رخام بالأرض، شفاج على الميزوت، سبليت يونت اي سي كونسيلد بقلب السقف. أول طابق من الدوبلكس مؤلف من أربعة ريسبشن أرياز، مطبخ، تواليت للضيوف، غرفة خادمة وحمامة، وثلاث غرف نوم ماستر. وحدة من هالغرف النوم تعتبر الماستر الأساسية وتابع لها ووك إن كلوزيت. طابق الروف لهالدوبلكس مؤلف من غرفة قعدة كبيرة وغرفتين نوم ماستر، بيطلعونا على تراس بمساحة 90 متر مربع بطل على فيو ما بيتسكر عليه. الدوبلكس اللي شفناه ببناية كتير فخمة، مجهز ليركب له شومينيه، غرف النوم مجهزين بباركيه، المطبخ عم يتسلم حسب طلب زبون. تابع لهالدوبلكس ثلاثة باركينج أندر جراوند وأكيد كاف بمساحة 30 متر مربع. بعوكر بمنطقة كتير مرتبة، 560 متر مربع سكن مع 90 متر مربع تراس بيطل على فيو صوب بيروت والبحر والجبل ما بيتسكر عليه. عم تفتشوا على أبارتمنت جديدة وفخمة وبمنطقة الأشرفية وتحديداً على شارع سرسق، ما إلكون غير هالأبارتمنت دوبلكس الموجودة بتاور إبراهيم سرسق ريزيدنسز. تاور إبراهيم سرسق ريزيدنسز مؤلف من 24 طابق،
والأمانيتيز الموجودة فيه تتضمن 2 entrances على شارعين مختلفين 24/7 security, cameras, landscaping all around, generator و 6 basement floors للparking و fully equipped gym مع massage room. الأبارتمنت دوبلكس موجودة على الجراوند فلور والفيرست فلور من هالتاور. مساحتها 600 متر مربع. أول طابق ملف من الصالونات، دايننج روم، تواليت للضيوف، مطبخ وغرفة الخادمة. وتاني طابق ملف من 4 غرف نوم ماستر مع غرفة قعدة بالنص. ديزاين هالأبارتمنت معمول مودرن والمطبخ فولي إكويبت. معمول بطريقة مفتوح على الدايننج روم أمريكان ستايل. وعندنا الاوبشن انه نسكره كرمال اكثر برايفسي. بما انه نحن بالاشرفيه وحبيتوا تطلعوا لبرا بالهواء الطلق، تابع لهالابارتمنت جاردن مساحتها 60 متر مربع، حواليها خضار وموقعها دغري بين فيلا وميزي سرسو. مثل ما ذكرنا 4 غرف نوم ماستر تابعين لهالديوبلكس مع غرفة قعدة بيناتهم. الابارتمنت مجهزة بأي سي، شوفاج وسمارت اوتوميشن سيستم. بتتميز ببرايفت انترنس مستقل عن التاور، بالإضافة لبرايفت إليفيتر بنقلنا بقلب الديوبلكس وبيخدنا على 4 مواقف سيارات بالباركينج. 600 متر مربع ابارتمنت ديوبلكس مع 60 متر مربع جنينة، درايفرز روم وستورج روم بأهم موقع بسرسق. أعلنت شركة أبيار للتطوير العقاري واللي تعتبر واحدة من الشركات الكويتية المتخصصة بالتطوير العقاري واللي بتركز استثماراتها بدبي عن تحقيق أرباح بحدود 487 ألف دينار كويتي بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2014 الحالي، وذلك بالمقارنة مع خسائر بحدود 1.45 مليون دينار كويتي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2013 الماضي. PropertyYours.com هو بريدنا الإلكتروني لتعرفوا أكثر معلومات عن العقارات المعروضة للبيع، وكمان بنتلقى رسائلكم على info@propertyyours.com. كما وفيكم تتصلوا فينا على الأرقام اللي عم تظهر على الشاشة وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا بترجعوا بتحضروها على mtv.com.lb/programs. مزيد من العقارات والأخبار العقارية بحلقاتنا المقبلة كل يوم وبنفس الوقت. كونوا على الموعد.